مساء الخير يا جماعة. طبعا واضح من العنوان انا حابب اتكلم في ايه. في البداية بس يا ريت الناس تفهم ان انا مش بتباهى او بترسم باللي انا هقوله ده، بس احنا في ازمة وكل الناس متأثرة ماديا بيها، فيا ريت اي حد محتاج مساعدة مادية لان دي حاجة خارجة عن ارادتنا، ده مش عيب يعني، وكمان لان الحظر هيتمد اسبوعين كمان ده اللي سمعناه. فيا ريت اي حد محتاج اي مساعدة مادية يا ريت ما يترددش ويتواصل معنا. احنا الحمد لله رب العالمين مجموعة كبيرة قدرنا نكون نفسنا من كل المحافظات تقريبا، ونازلين يوم الجمعة ان شاء الله نشحت كلنا بعد الصلاة. فيا ريت اللي حابب ينضم معانا ما يتكسفش ويتواصل معايا.